أهلا وسهلا فرهاد بيك. وفيك شكرا. شو كيف الجو؟ مولع على الآخر. معناتها فوتوا بولع معه ما هيك؟ ليك يا حلوة، إذا بتسحبي هدول المصاري من دون ما تنزل ولا نقطة مي بيصيروا هالمصاري لك. يلا مساء الخير. بدك مساعدة ما؟ مبروك. لا لا مشكور على اللي عملته أخي فرهاد. ورد وشه من شوفت الميتين مسكينة. يلا صبلي لأشوف. معقول تقلب خلتك مشان 200 ليرة؟ لك مو عاجبتك 200؟ مين هالحلوة؟ مستحيل تزبط معك. ليش؟ لو تعرف قديش في شباب حاولوا مع هالحلوة وما زبطت معهم. مامي بدك ترجع لك 200 ليرة تبعك؟ ايه اكيد. معناتها تطلع بهالحلوة وشوف كيف بدي طبقها. ببعت لك صورتها معي من روما بكرة. روما قلت؟ ايه. وبكرة؟ ايه. طيب تشارط على 400 شو رأيك؟ طيب بنعمله؟ نعملهم. مامي حط لي هذا على الشحن. يلا. الحلوة شو اسمها؟ اسمها يالدا. يالدا. وشو الكنية؟ شو كانت؟ بظن توريد. مزبوط توريد الكنية. يالدا توريد. يالدا توريد ما هيك؟ حلوة هاليالدا والله. ممكن موبايلك؟ ايه يلا. طيب ماشي مامي. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.